يعني كأني عن سوريا، يعني كل ما نمشي أنا وعائلتي من شارع نقول هاي سوريا، هاي سوريا موجودة. يعني هذا الشيء اللي مريحنا الحمد لله. شعب طيب، يعني سوريين كثير كمان. إيه في سوريين، أنا بس نحن لسه ما طلعنا، ما عرفنا حدا يعني. كلهم بس يعني إنه عم نحكي عن شعب مصري، شعب طيب يعني. يعني حتى المستأجرين بالبيت يعني ناس طيبين وكويسين يعني، والله وشو بدنا يعني عم يساومونا يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني ان شاء الله نكون نحن نرد لهم كمان، يعني اذا حدا طلب منا شيء نكون نحن كمان نرد لهم.